في الخامس من يونيو عام 67 تعرضت مصر وسوريا والأردن للعدوان الإسرائيلي، وكان هدف إسرائيل في اتجاه الجبهة المصرية تحطيم قدرة مصر وإضعاف دورها في مساندة قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ورغم كل ذلك فإن مصر سرعان ما استجمعت قواها وأعلنت قرارها بمواصلة الحرب، قناعة منها أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغيرها. ولم تمضي أيام قلائل على وصول القوات الإسرائيلية إلى الضفة الشرقية للقناة، حتى كانت القوات المصرية تعبر عن إرادة شعب مصر برفض الاستسلام ومواصلة الحرب. وتمكنت مجموعة صغيرة من رجال الصاعقة المصرية من إيقاف طابور إسرائيلي مدرع كان متجها نحو مدينة بور فؤاد، وكبدته خسائر فادحة وأجبرته على التراجع. كما وجهت الطائرات المصرية ضربة جوية للتجمعات الإسرائيلية شرق القناة وأحدثت بها خسائر جسيمة، كما نجحت البحرية المصرية في إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات في أول معركة بحرية تستخدم فيها الصواريخ. وكانت تلك المعارك المتتالية بداية لمرحلة عرفت في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي بمرحلة الصمود. ووقف الشعب خلف قواته المسلحة مسانداً ومؤيداً ومقدماً لتضحيات هائلة من أبنائه وضروريات حياته، وذلك كي يوفر لقواته المسلحة كل ما تحتاج إليه لتحرير الأرض والإرادة. وبدأت على الفور عملية تنظيم القيادات والقوات وتسليحها من جديد، كما بدأت عملية التدريب الشاق والعملي طوال الليل والنهار، كل ذلك في ظل اشتباك شبه يومي بالطائرات والمدافع والقوات. تحملت خلالها مصر الكثير من التضحيات، ولكنها أوقعت في صفوف القوات الإسرائيلية الكثير من الخسائر والكثير من الخوف والقلق والشك في حقيقة الانتصار الذي تحقق. وكان توقيت الحرب مفاجأة للعدو، حيث اختير شهر رمضان وهو شهر الصوم للمسلمين، وبدأت أولى خطوات الحرب، وتحددت الساعة 2:05 يوم 6 أكتوبر عام 73 لبدء الهجوم المصري السوري باستخدام أقصى مجالات الخداع. وكان القرار أن تبدأ الحرب بضربة جوية مركزة، وبدأ التمهيد النيراني للهجوم بألفي مدفع من مختلف الأعيرة، فتحت نيرانها في وقت واحد على طول الجبهة ضد المواقع الإسرائيلية في خط بارليف ومرابض الأسلحة ومراكز القيادة والاحتياطيات القريبة، لتفقد إسرائيل السيطرة الكاملة على الموقف. هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. ونجحت القوات نجاحا باهرا في تنفيذ الخطة الموضوعة، حيث بدأت النقاط الحصينة في الاستسلام واحدة تلو الأخرى، ورفعت القوات المهاجمة علم مصر على الضفة الشرقية للقناة. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. We'll be right back.
أجدد التحية لحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. كلنا طبعا تابعنا كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. تحدث عن عظمة وعبقرية هذه الملحمة العسكرية، تحدث عن كيف تحولت المحنة إلى منحة، وكيف تحولت لحظات الانهزام والانكسار إلى انتصار وعظمة وفخر. حقيقة كلنا بنعتز بهذه الملحمة العسكرية كمصريين وكل العرب بطبيعة الأحوال. تحدث على أنه فكرة تغيير الواقع مش بيتم بالكلمات أو بالشعارات، ولكن بيتم بالعمل وبالعلم وبالتخطيط وبالدراسة وبالأفكار وبالاستراتيجيات العلمية المدروسة. حقيقة خلينا يعني نتوقف دلوقتي بشكل سريع مع أهم وأبرز ما جاء من كلمات ربما أو رسائل مختلفة على لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الندوة التثقيفية التي عقدت بحضور وبتشريف سيادته في إطار انتصارات أكتوبر والذكرى 49. تحتفل مصر اليوم بذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، يوم العزة والكرامة، يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، يوم إثبات مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة. إن يوم 6 أكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزة العبور كان يوماً مقدراً له أن يظل خالداً ليس فقط في وجدان مصر وشعبها، وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التحية والتقدير وكلمات الثناء والاحترام لكل المقاتلين ولكل الجنود ولكل الضباط، ووجه التحية بطبيعة الأحوال للرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام. يعني هو الذي سعى في هذا التخطيط الاستراتيجي الكبير وحقق هذا النصر العظيم انتصارات أكتوبر 73، وأيضا تحقق السلام في عهده، ولذلك هو لقب ببطل الحرب وبطل السلام. ولكن عندما مصر سعت إلى تحقيق هذا السلام كان هذا التحقيق وكان هذا السلام من منطلق القوة والهيمنة والسيطرة المصرية على العدو الإسرائيلي بطبيعة الأحوال. وكلنا بنتذكر الجملة الشهيرة للسيد الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما قال إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، فقد أصبح له درع وسيف. فمصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام، وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته. شعب مصر العظيم، إن حرب أكتوبر المجيدة كان لها رجال سخرهم الله سبحانه وتعالى لاتخاذ القرارات المصيرية التي غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية. ومن هنا فإنني أوجه التحية إلى روح الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات. ومتابعة معنا على الهاتف دكتور محمد سيد أحمد أستاذ الاجتماع السياسي. دكتور محمد صباح الخير وصباح النصر، وكل سنة وحضرتك طيب ومصرنا الحبيبة بخير وبسلام وبأمان يا رب دايما. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين وعلى مصر الحبيبة وعلى جيشنا العظيم، جيش العبور الكبير الذي يعني شرفنا ورفع رأسنا وحرر أرضنا وحمى أرضنا.
عن هذه الملحمة نتحدث دكتور محمد، يعني مراحل يعني وأحداث مختلفة، يعني كيف استطاع الشعب المصري العظيم أن يحول هذه المحنة إلى منحة، لحظات الانقسار والانهزام إلى انتصار؟ نتحدث عن نكسة 67 والدروس المستفادة منها، ثم حرب الاستنزاف التي كانت يعني المرحلة الافتتاحية لانتصارات حرب أكتوبر. القوات المسلحة أجرت فيها عدد كبير جدا من العمليات العسكرية خلف خطوط العدو، واستنزفت بالفعل إسرائيل استنزافا عسكريا حقيقيا مهد لها فيما بعد الانتصار في أكتوبر 73. طبعا لازم يعني نشير للسادة المشاهدين وللأجيال التي لم تحضر هذه المرحلة بأنها يعني بالفعل مصر في 67 لم تكن نكسة ولم تكن مواجهة فقط مع العدو الصهيوني، لكن كانت مواجهة مع القوى الاستعمارية الغربية بأكملها، حين وجدت مصر قد يعني تبنت مشروعا وطنيا وقوميا وتنمويا حقيقيا، فتكالبت القوى الاستعمارية على مصر لضرب المشروع التنموي المصري والنهضوي أو الحضاري الذي أسسته مصر في تلك المرحلة. وبالتالي يعني كانت نكسة 67 التي استطاعت مصر أن تزيل أثار العدوان بشكل سريع وتنفض عن نفسها عار الهزيمة، وتقوم بالفعل ببناء إعادة بناء الجيش المصري. نعلم جيدا يعني بعد 67 مباشرة، وحين أعلن الزعيم جمال عبد الناصر تنحيه عن الحكم، تمسك شعبه بالقائد، وبالفعل بدأت إثارة يعني إزالة أثار العدوان. وتمت خلال هذه المرحلة من 67 وحتى 70 حرب استنزاف، حرب استطاع الجيش المصري العظيم أثناء مرحلة بناء وإعادة بناء الجيش، استطاع القوات المسلحة المصرية أنها تكبد العدو خسائر هائلة وتوجعه وجع كبير، وتستنزفه استنزافا حقيقيا تمهيدا لحرب أكتوبر والعبور الذي كان ملحمة حقيقية. الجيش أو أسطورة الجيش الذي لا يهزم، التي روج لها العدو يعني انهار في 6 ساعات أمام يعني الجيش المصري العظيم في 73. ويعني وجدنا بالفعل عزيمة وإصرار على النصر، وجدنا كل مواطن مصري جندي في هذه المعركة، يعني الجميع الشخصية المصرية شخصية يعني عصية على الكسر، الشخصية المصرية شخصية يعني معطاء، الشخصية المصرية شخصية منتمية لهذا الوطن، تقف مع الوطن في المحن، ولا يمكن أن تتخلى عن وطنها وعن أرضها، ولا يمكن أن تقبل أن تكون أرضها محتلة. فوجدنا إصرار حقيقي على النصر، ويعني قاضى عظام خططوا لهذه المعركة، ويعني استطاعوا بالفعل أنهم يحققوا نصر عظيم. هذا صحيح. النصر هو الذي مهد لي مرحلة جديدة من عمر الوطن، مرحلة فيها استقلال تام، مرحلة تسيطر مصر على كامل أراضيها، مرحلة يستطيع فيها المواطن المصري أن يرفع رأسه أمام العالم أجمع ويقول صحيح. أن مصر يعني دولة عظيمة، دولة ذات حضارة عظيمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن نقول أن الجيش والشعب يعني قدموا صحيح. ملحمة حقيقية في هذه كمان المعركة. يا دكتور محمد، عايزين نتكلم مع حضرتك عن عبقرية التوقيت، يعني وعبقرية الزمان والخطط والخداع الاستراتيجي، يعني فكرة ان تكون الضربة العسكرية الجوية الساعة 2 الظهر، ده توقيت غريب في العلم العسكري، معروف انه كل الطلعات او ضربات الجوية بتبقى مع بداية الضوء أو مع نهاية الضوء، فده كان شيء غريب في التوقيت ده، ده مثل عنصر مفاجأة للعدو الصهيوني أيضا، وإحنا صايمين وفي عيد الغفران، وفكرة أنه استدعاء القوات الإسرائيلية لقوات الاحتياط التابعة لها لإنقاذ الموقف، ده كان كمان بالنسبة لهم يعني مهمة صعبة جدا. والمقاتل والجندي المصري أيضا كان مفاجأة في هذه الحرب بطبيعة الأحوال،
الأحوال، وهذا ما جاء على ألسنة الجنرالات الإسرائيليين لما قالوا أنه المقاتل المصري بيقاتل وبيحتضن الموت بكل شجاعة وبسالة وثبات وصمود. يعني طبعا فيما يتعلق بالجندي المصري فيعني يكفي أن نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام محمد يعني الذي بعث للبشرية هدى ورحمة قال في الجندي المصري أنهم خير أجناد الأرض. فأنت تتحدثي عن جند مصر الذين هم أعظم جنود البشرية، ويعني هذا يعني كلام نبي مرسل وليس كلام من عند البشر، يعني هذا كلام من عند الله. وبالتالي أنت تتحدثين عن أعظم جندي في التاريخ، أعظم جندي على وجه الأرض، هذا هو الجندي المصري. أما فيما يتعلق بحيثيات يعني المعركة وما دار فيها من خطط للخداع الاستراتيجي كانت يعني عظيمة للغاية. الخداع الاستراتيجي لهذه المعركة كان يتم من قبل يعني القادة العظام الذين قادوا هذه المعركة بحنكة شديدة وبدراية وقدرة على يعني خداع العدو. شفنا ازاي توقيت المعركة كان مفاجئا، وكانت المعركة ليست على جبهة واحدة ولكن على الجبهتين بتنسيق كامل مع يعني سوريا العربية التي خاضت المعركة على الجبهة يعني الغربية في مقابل الجبهة الشرقية، واستطعنا بالفعل يعني أن يعني نحدث كماشة على هذا العدو يعني ننقض عليه. لم يستطع أن يستدعي يعني قواته الاحتياطية، كان يوم من الأيام محسوبة. نعلم جيدا خطة الخداع الاستراتيجي وكيف كان الرئيس السادات على مدار أكثر من 3 سنوات يطالبه الشعب المصري بالحسم، وكان يقول أن هذا العام 71 عام الحسم، ثم 72 عام الحسم، إلى أن أتينا إلى 73 وكان الشعب يعني يطالب الرئيس بالتعجيل بالدخول في هذه الحرب لتحرير الأرض. وبالتالي خطة الخداع الاستراتيجي كانت أكثر من رائعة. استطاع الجيش المصري أنه يعبر في توقيت يعني جديد على العسكرية، وعلى ويعتقد أن ده يعني هذه الحرب تدرس الآن في كبرى الأكاديميات العسكرية في العالم، لأنه بالفعل كل ما دار فيها من خطط للخداع الاستراتيجي كانت مفاجئة للعدو. تم تحطيم خط بارليف الذي يعني اعتقد العدو أنه بذلك يحفظ يعني أمنه واستقراره ويمنع الجنود المصريين والجيش المصري من العبور، لكن يعني عبقري مصري وضابط في الجيش المصري يعني هو الذي قال أن هذا الساتر الترابي يمكن بطريقة بسيطة عبر المياه وخراطيم المياه المقدم باقي زكي، هو باقي كان مقدم في تلك الفترة طبيعة الأحوال. طبعا 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 فطبعا ده يعني عمل عظيم، واعتقد انه بالفعل يعني مصر استطاعت في تلك المعركة انها كمان تعمل وحدة عربية حقيقية. لم يدخل الجيش المصري، لابد ان يدرك كل الاجيال الجديدة، لابد ان تدرك ان مصر في هذه الحرب لم تخوض الحرب منفردة. الجيش المصري العظيم توحد هو وكل الجيوش العربية، وتقريبا ما فيش دولة عربية لن تساهم في هذه الحرب. دكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي، شكرا جزيلا. واحنا بنتكلم على الخداع الاستراتيجي كان كمان من يعني العوامل المهمه جدا في تحقيق هذا النصر العظيم، لانه فكره الهاء العدو عن انه مصر ممكن تحارب في اي وقت كان بالنسبه له حاجه بعيده ومش في الخيال ومش في الحسبان. ويمكن من الحاجات اللي مصر عملتها في اطار خطه الخداع الاستراتيجي ايقاف مهمه عمل الخبراء الروس او طردهم في تلك الفترة، وده حقيقة استبعد في المقابل فكرة ان مصر ممكن تقوم بأي حرب. وفي المقابل كمان كان له فايدة لينا، لانه ده بيأكد وبيترجم انه ملحمة اكتوبر العظيمة صناعة مصرية خالصة. يمكن لو كان الخبراء الروس كانوا
فضلوا موجودين كان ممكن الناس تقول ان هم التخطيط من خلالهم، الاستعدادات من خلالهم، التجهيزات من خلالهم، الافكار والاستراتيجيات من خلالهم، ولكن انه يتم استبعاد اي عنصر خارجي والاعتماد على العناصر والكوادر والأفكار المصرية خالصة دون أي تدخل من أي أحد، هذا أيضا يعني كان شيء جميل بيترجم وبيعزز من العبقرية المصرية في هذه الملحمة العظيمة وفي هذا الانتصار العظيم. الدور العربي كان دور مهم جدا جدا في حرب أكتوبر المجيدة، وبنتذكر طبعا الجملة الشهيرة إنه النفط العربي مش أغلى من الدم العربي، وحقيقة كانت في وقفة جميلة للدول العربية مع مصر في حرب أكتوبر. حرب أكتوبر يعني شكلت عدد كبير جدا من المفاجآت للعدو الإسرائيلي، زي ما قلنا اختيار التوقيت 2 الظهر ده كان توقيت غريب في العلم العسكري في ذلك الوقت. بطبيعة الأحوال ان احنا نحارب واحنا صايمين ده كان بالنسبه لهم عنصر مفاجاه، ان احنا نختار يوم عيد الغفران اللي هم بيحتفلوا فيه وبيبقى يوم اجازه، ففكره استدعائهم لقوات الاحتياط كانت مهمه صعبه او هتاخد بعض الوقت، وبالتالي ده بيعرقل فكره ان هم يردوا الضربه العسكريه بشكل سريع. وحقيقه احنا لسه معاكم ومعانا دلوقتي عبر الهاتف الرقيب أحمد البدري أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وهو أيضا أحد المقربين من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. صباح الخير يا فندم وأهلا بحضرتك معانا، كل سنة وحضرتك طيب، وطبعا ألف مليون مبروك وكل التحية لحضرتك، بنهنيك وبنحييك على تكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكريم الشعب المصري كله ليك. كل سنة وانتم طيبين وحضرتك طيب. الشعب المصري طيب ان شاء الله. طيب بوجودكم في حياتنا، كنت حابة اسمع حضرتك واسمع مشاركتك في حرب اكتوبر. نعم ايوه صدق ايوه كنت بتكلم على مشاركة حضرتك في حرب اكتوبر المجيدة. نعم تكلمنا عنها. أنا كنت رقيب فصيلة صاقة حرب 73. إيه المهمة اللي أنت قمت بيها يا فندم؟ المهمة اللي أنت قمت بيها في حرب 73؟ المهمة إن كنا في موضوع في معركة أبو عطوة. اللي شارون كان داخل 3 ألوية مدرعة ولواء مظلات داخل على اساس ان هو يحتل مدينة الاسماعيلية ويطوق الجيش الثاني الميداني. تمام. احنا قمنا ان شاء الله بتدمير دبابات العدو، دمرنا اكثر من 18 دبابة، عدا 3 دبابات هم اللي اخترقوا في العمق، ودول ضربناهم في عشبة ابو عطوة. بعد تدمير الدبابات جاتنا معلومات من استطلاع الكتيبة ومن المدنيين المواليين لنا بأن في قوات من الكوماندوز الإسرائيلي ملتف من يمة عزبة فرج على عزبة العمدة، وهيعبر الكوبري اللي على الشاح بتاع المحسمة ويعدي يخش إسماعيلية من اتجاه عزبة الصحارى، يعني كان في الاتجاه الموازي للدبابات. الدبابات ماشي على طريق السويس داخل طريق الإسماعيلية، وإذا كان ملتف من ورا. طبعا جاتنا الأوامر بأن احنا تحركنا بمجموعة القتال بتاعتنا اتجاه الكوبري، نصبنا الكمين بتاعنا في اتجاه الكوبري على أساس الكوماندوز لما الإسرائيلي لما يعدي من على الكوبري نبدأ نتعامل معاه. تمام. طبعا نعم تفضلي.
لا أنا طبعا يعني بحيي حضرتك جدا وبنهنيك، وحضرتك يعني فخر لمصر ونموذج عظيم حقيقة يقتدى ويحتذى به. كل التحية والتقدير لأبطالنا في القوات المسلحة المصرية، كل التحية والتقدير للمقاتلين في حرب أكتوبر المجيدة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الرقيب أحمد البدري، أحد أبطال حرب أكتوبر وأحد المقربين من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة. متواصلين مع حضراتكم والاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ولكن نتوقف على رأس الساعة في البداية وموجز جديد لأهم وآخر الأنباء، وبعده نستكمل معكم هذه المتابعة الحية على الهواء مباشرة.